الظهيرة من قناة سما نبدأها بأبرز عناوينها. فقمنا الساعة 1 ليلا استلمنا الطحين وباشرنا العمل. بعد 20 يوما من حصار قسد بجهود حكومية إدخال 40 طن من الطحين إلى مركز مدينة الحسكة. في دمشق وأكثر من 90 دولة إحياء يوم القدس العالمي، ومن طهران الكشف عن عملية ناجحة لمسيرات إيرانية فوق كيان الاحتلال. الدفاع الروسية بأسلحة عالية الدقة تدمير منشآت للصواريخ والصناعات الفضائية في كييف. أهلا بكم. بعد 20 يوما من الحصار الذي فرضته ميليشيا قسد على وسط المدينة، أدخلت بجهود حكومية كمية 40 طن من الطحين إلى مخبز الحسكة الأول، فيما ستدخل كميات إضافية للمخابز الخاصة شتو والسوري في مركز المدينة. بالمقابل لم يعمل مخبز البعث في مدينة القامشلي حتى الآن، ومن المقرر أن يعود إلى الإنتاج بأقرب وقت ممكن. يوما من الحصار والتضييق أنهت الجهود الحكومية المكثفة الحصار عن أحياء وسط مدينتي الحسكة والقامشلي، مع فتح الطرقات المؤدية إليها وإدخال المحروقات والطحين والمواد الغذائية. واستنفرت المحافظة عمل المخابز لتوفير الخبز للأهالي عبر المعتمدين، مع إلغاء العطل باستثناء صباح يوم عيد الفطر لتعويض فترة انقطاع الخبز خلال فترة الحصار. استلمت كمية 40 طن، ومباشر أنا من خلال استلام المادة مباشر العمال كانوا على جاهزية، والوضع الفني على جاهزية تامة على مدار 24 ساعة. فقمنا الساعة 1 ليلا استلمنا الطحين وباشرنا العمل بالعجين. الساعة 2 خرج الخبز، وقمنا من الساعة 2 بتوزيع الخبز إلى غاية هاللحظة هاي قمنا بتوزيع المعتمدين المدينة، وتعدادهم 50 معتمد. لحد الآن إنتاجنا من تاريخ الساعة 2 لغاية هلا 12,000 ربطة. نحن مستمرين بالعمل لغينا عطلة العيد، راح نغطي إن شاء الله العجز اللي حصل بالسابق، وإن شاء الله رب العالمين إنتاجنا سيعود إلى 30,000 ربطة، 32,000 ربطة، وسيتم إن شاء الله توزيعها بالكامل. مستمرين على مدار 24 ساعة لتأمين حاجة المواطن من الخبز، سواء معتمدين مدنية ولا ذوي الشهداء ولا الدوائر الحكومية، وتأمين مادة الخبز في فترة أيام العيد وتسديد النقص اللي تم تأخيره في مدة 20 يوم. ويواصل المخبز عمله على مدار الساعة مع جاهزية للفرق الفنية للتدخل وتكثيف الجهود لبدء التوزيع على معتمدي الأرياف وتغطية أكبر قدر ممكن من احتياجات الأهالي في ريف ومدينة الحسكة. الفرن جاهز، تم الاستعداد، تم تجهيزه بتشحيم وتزييت كافة القطع، والقطع كلها جاهزة في وضعية التشغيل، يعني الأمور الحمد لله جيدة جدا، تضغطوا جاهزات. منذ بدأ الإنتاج وإحنا نوزع للمعتمدين والشهداء، ولا مستمرين على مدار الساعة لخدمة المواطن. أثمرت الجهود الحكومية المتواصلة بإنهاء حصار امتد غالبية شهر رمضان المبارك لتعود الحياة كما كانت قبل الحصار، مع آمال باتخاذ ضمانات بعدم تكراره وتحييد المدنيين عن الصراعات. أيهم مرعي، لقناة سما، مدينة الحسكة. بمشاركة شعبية واسعة وبمناسبة يوم القدس العالمي، انطلقت مسيرة من مدخل سوق الحميدية باتجاه الجامع الأموي بدمشق دعما للشعب الفلسطيني في وجه اعتداءات سلطات الاحتلال والمستوطنين. أخي، إن في القدس أختا لنا، أعد لها الذابحون المدى، فجرد حسامك من غمده فليس بعد أن يغمدا. الجمعة اليتيمة، جمعة الوداع، الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل عام، هي ليست يوم عطلة إسلامية دينية، ولكنها حدث سياسي مفتوح أمام كل من المسلمين وغير المسلمين على حد سواء. هي يوم القدس العالمي. إن المعركة الحقيقية اليوم لا تدور في ساحات المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، بل هي على أرض كل ساحة ومنزل وفي كل مجال من مجالات حياتي، لأنها معركة وجود
ولم تكن في يوم من الأيام معركة حدود. إن انتصار المقاومة الفلسطينية للمسجد الأقصى والقدس والمقدسيين سيكتب تاريخا جديدا للمنطقة بأسرها، مفاده بأن عروبة القدس هي كالشمس الساطعة في كبد السماء، وهي محراب لكل مقاومي عالم في كل أصقاع الأرض. إن يوم القدس هو يوم تجديد البيعة مع قضية الشعب الفلسطيني المظلوم، وإن يوم القدس هو يوم استفاف الحق أمام الباطل، وهو يوم صرخة المسلمين المدوية ضد القدة السرطانية الصهيونية. اليوم تم رفع علم الإسلام في العالم ببركة تضحيات هؤلاء الأناس المقاومين والشهداء الأبرار، وببركة اسم الله تعالى وعظمة الإسلام، وبسبب تضحيات وجهود هؤلاء الأبرار والمجاهدين الآخرين في سبيل الحق، نشم رائحة العطر في العالم. ذكرى يوم القدس العالمي هذا العام تأتي بنكهة الشموخ والانتصار، وقد تغيرت موازين القوى في المنطقة، وأصبح للمقاومة محور قوي متكامل يفرض معادلاته كما يشاء. هذه الجموع التي نشهدها في دمشق وفي طهران وفي بيروت وفي اليمن وفي العراق وفي أكثر من 80 عاصمة عربية وإسلامية وفي العالم، يحتشدون ليوجهوا تحية لشعبنا العظيم، تحية للمرابطين في المسجد الأقصى، تحية لأبطال المقاومة الفلسطينية. يحيي عشرات بالمئات الملايين في العالم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان يوم القدس العالمي، استجابة لدعوة قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام الراحل آية الله الخميني، وانسجاما مع قيمنا الروحية في رسالة تحذير عن تمسك أبناء الأمة بالقدس عاصمة لدولة فلسطين وعاصمة روحية للمؤمنين مسلمين ومسيحيين، وما يشكله ذلك النداء من رسالة قوة في وجه العدو الصهيوني وحماته، من أن لفلسطين والقدس أهلها الذين لن يتخلوا عنها ولن تلن لهم قناة حتى تعود لأهلها الشرعيين طال الزمن والقصر. ويبقى يوم القدس العالمي الذي شكل ولا يزال صفعة قوية في وجه الاحتلال وكابوسا على مستقبل الكيان. كذلك شهدت العاصمة الإيرانية وعواصم ومدن أكثر من 90 دولة مسيرة يوم القدس العالمي، وذلك لدعم الشعب الفلسطيني في نضاله ومقاومته. ومن طهران قال اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري إنه في القريب العاجل سنشهد إزاحة الكيان الصهيوني من الخريطة العالمية، كما أعلن أن أحداث الساحة الفلسطينية بيّنت حجم وحشية الكيان وقوة المقاومة. المستكبرون زرعوا الكيان في المنطقة، والسياسات الأمريكية والبريطانية توفر لهم الأمن. التحالفات التطبيعية مع الظالمين لا تجلب للفلسطينيين أي أمن وسلام. الشهيد قاسم سليماني تمكن من تنظيم المقاومين وتوسيع المواجهة مع الكيان الصهيوني، وقريبا ستتم إزالة الكيان من خريطة العالم. جرح فلسطيني واحد أصبح مكلفا على كيان الاحتلال، وفلسطين أصبحت مدججة بالسلاح. فلسطيني واحد وفي ليلة واحدة أربك كل القوى الأمنية الإسرائيلية. أنتم تواجهون انهياركم الاجتماعي وتعلمون أن الولايات المتحدة باتت مهزومة ولا يمكنها أن تساعدكم. وقبيل انطلاق مسيرة يوم القدس في طهران، تم عرض أحدث الصواريخ البالستية الإيرانية خيبر شكن وعماد 3. هذا ويعتبر صاروخ خيبر شكن الذي يبلغ مداه 1450 كيلومتر أبعد الصواريخ البالستية التكتيكية مدى في العالم.
كشف قائد فيلق القدس عن عملية ناجحة لمسيرات إيرانية فوق كيان الاحتلال. وخلال مراسم إحياء يوم القدس العالمي، أكد العميد إسماعيل قاني أن قوى المقاومة أو منطقة محور المقاومة حول زوال الكيان الغاصب هو أن هذه الأرض هي ملك للفلسطينيين. الكيان لم ينتصر أبدا في أي حرب خلال سنوات حياته الشائنة، ولم يتمكن أبدا من أن يكون أمة واحدة. لقد نفذنا عملية ناجحة لمسيرات فوق الكيان المحتل، والسؤال من أين أتت هذه الطائرات بدون طيار؟ وظف الكيان أكثر من 40 طائرة مقاتلة واستطلاعية لاعتراض هاتين الطائرتين بدون طيار. كذلك شهدت ساحات العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات تجمعات حاشدة إحياء ليوم القدس العالمي. وأكدت الكلمات التي ألقيت على أن يوم القدس العالمي هو مناسبة لرفع مستوى الوعي الذي يعد أول متطلبات المعركة مع العدو. كذلك قدم مقاتلو الجيش اليمني واللجان كلمتهم من الجبهات. مناسبة يوم القدس العالمي والذي أرشدنا إليها الإمام الخميني رحمة الله عليه، قال يجب على كل الأمم أن تخرج في كل جمعة في آخر جمعة من شهر رمضان لتوجه بوصلة العداء الشديد نحو أمريكا وإسرائيل. أقامت لجنة دعم المقاومة في فلسطين بمناسبة يوم القدس العالمي احتفالا جماهيريا في صور بحضور فعاليات رسمية وشعبية. وأكدت الكلمات على أن ما نشهده في القدس هو المشهد الأخير في مشروع فرض الاحتلال سيطرته على الجغرافيا الفلسطينية. وأضافت أن الطريقة الوحيدة لتحرير فلسطين هي المقاومة بكل أشكالها، لكن المقاومة في لبنان وسوريا والعراق والأردن واليمن ستأخذ دورها الحقيقي لتحرير كل فلسطين. أتينا لنعاهد القدس أننا كشباب لبناني وفلسطيني سنكون في صلب المعادلة التي أطلقها القائد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله، أن المساس في القدس ستشعل حرباً إقليمية. وفي القدس المحتلة تصدى المصلون لقوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد الأقصى من باب المغاربة بأعداد كثيفة وفرضت إجراءات أمنية مشددة. ومع إقفال قوات الاحتلال أبواب المصلى القبلي بالسلاسل المعدنية ومنع إخراج المصابين منه، أصيب 42 فلسطينيا في اعتداءات الاحتلال. كسر بالإزاز علينا اليهود. وصف قائد قوات الرد السريع الفريق ثامر الحسين الجنوب بالمنطقة الأصعب في العراق، كاشفا عن تنفيذ مجموعة من الإنزالات على أهداف منتخبة في الصحراء الغربية بالاشتراك مع القوات الخاصة وحرس الحدود. المقابل أوجزت قيادة العمليات المشتركة عملية الإرادة الصلبة بمرحلتها الثانية بعد مرور 6 أيام على انطلاقها. وأكد اللواء تحسين الخفاجي تطهير مئات الكيلومترات وتنفيذ 23 عملية إنزال جوي بعضها بعمق الصحراء عبر قوات محمولة جوا ممثلة بجهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة العراقية والرد السريع والحشد الشعبي. تصدت قوات الأمن العراقي لهجومين إرهابيين في كركوك وديالا واتخذت إجراءات احترازية عبر الحدود العراقية السورية. هذا وتصدت قوات أمنية لهجوم بقضاء الحويجة جنوبية كركوك بعد ساعات قليلة من التصدي لتعرض شنه إرهابي التنظيم في قضاء المقدادية بديالا. بالمقابل نقلت مصادر أمنية عراقية أن الهجمات جاءت بعد محاولات تسلل كشفتها الكاميرات الحرارية وعرقلتها الخنادق التي جهزتها قوات حرس الحدود. أعلنت الدفاع الروسي أن طيرانها الحربي دمر ورشة تابعة لمصنع صاروخي في كييف. وأكد المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أن صواريخ كاليبر مطلقة من البحر دمرت 3 محطات كهربائية في محيط محطات السكك الحديد في جنوب وغرب البلاد وبمحيط كييف. بالتزامن أسقطت الدفاعات الجوية 13 طائرة مسيرة أوكرانية. دمرت القوات الجوفضائية الروسية بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى ورشات إنتاج تابعة لشركة أرتيوم المعنية بصناعة الصواريخ والصناعة الفضائية في مدينة كييف،
سلاح الجو شن خلال الليل غارات على 112 منشأة عسكرية أوكرانية، فيما استهدفت القوات الصاروخية 13 موقعاً عسكرياً أوكرانياً، ودمرت منصة إطلاق لمنظومة توشكا أو الصاروخية استخدمت لقصف أحياء مدينة خيرسون. كذلك نفذت المدفعية الروسية خلال الليل الماضي 975 مهمة استهداف، ما أسفر عن القضاء على أكثر من 280 قوميا وتدمير 38 مدرعة ومركبة. قالت صحيفة جلوبال تايمز إن قرار برلين تسليم مدافع جيبارد لأوكرانيا هو حل وسط لتسوية الانقسامات الداخلية في البلاد. هذا وتعتبر مدافع جيبارد قديمة وبحاجة للإصلاح. من جانب ثاني، تبنى مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يخفف الشروط اللازمة لإعارة وتأجير معدات عسكرية لأوكرانيا ودول أخرى في شرق أوروبا، ما يمهد الطريق لتدفق أسلحة أمريكية إلى المنطقة. وعلى الواقع يشهد اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي المقبل مناقشة دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل. نية الغرب تصعيد التوتر بين موسكو وكييف بات واضحاً. ترجمه على الأرض قانون أمريكي شرعه الكونغرس يخفف من خلاله الشروط اللازمة لإعارة وتأجير معدات عسكرية لأوكرانيا، ما يمهد الطريق لتدفق أسلحة أمريكية إلى المنطقة. الجانب الروسي سيواصل محاولات تعطيل وسائل الدفاع الجوي الأوكراني، ونحن يجب أن نركز على ذلك. يجب أن نتأكد من أننا نتيح للأوكرانيين إمكانية استعادة قدراتهم فيما يخص وسائل الدفاع الجوي في حال تدميرها. سنواصل تعزيز ترسانتهم من الأنظمة التي نقدمها، وهي أنظمة قصيرة ومتوسطة المدى وكذلك أنظمة بعيدة المدى، وهو الأهم. على خطى واشنطن تسير برلين. قرار ألماني بتوريد مدافع جيبارد المضادة للطائرات اعتبرته ألمانيا موقفاً مميزاً وداعم لأوكرانيا، لكنه وفق صحيفة جلوبال تايمز عبارة عن خردة ليس أكثر. تشريع القانون الأمريكي الذي يزيد عمره عن 8 عقود ويعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية يعكس إلحاح الحزبيين داخل الكونغرس بدعم نظام كييف، لكنه بايدن أشار إلى أن القوات الأمريكية لن تدخل أوكرانيا وتشتبك مع روسيا مباشرة، خشية من اندلاع الحرب العالمية التي حذرت موسكو منها مراراً وتكراراً. إلى العالم. فقمنا الساعة 1 ليلاً نستلم الطعام وباشرنا العمل. بعد 20 يوما من حصار قسد بجهود حكومية، إدخال 40 طنا من الطحين إلى مركز مدينة الحسكة. في دمشق وأكثر من 90 دولة إحياء يوم القدس العالمي، ومن طهران الكشف عن عملية ناجحة لمسيرات إيرانية فوق كيان الاحتلال. الدفاع الروسية بأسلحة عالية الدقة تدمير منشأة للصواريخ والصناعات الفضائية في كييف. بهذا نكون وصلنا إلى ختام نشرتنا، في أمان الله.